تفضلي. أراد رجل تطليق زوجته، فقيل له لما تطلقها؟ فقال: العاقل لا يحتك ستر زوجته. فلما طلقها قيل: لما طلقتها؟ قال: ما لي ولا الكلام في من صارت أجنبية. فكتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تحفظ ما فيها، فلا خير في إنسان لا يكتم سرا. والسلام عليكم. أحسنتي، شكرا جزيلا. وذكرتي الحقيقة بفكرة كنت أبغى أقولها، أن لو صديقتك أفشت سرك، هل لك أنت أن تفشي سرها؟ لا. مثل واحد سبك شتمك، تسب أن تشتمه؟ لا، لأنه رضي نفسه أن يقذر لسانه بهذه القذرات، فأنت لا ترضى. كذلك أنت، يعني لو أن صديقتك أفشت سرك، قولي لها: أنا سأحفظ سرك ولن أفشيه، ولكن لن أستودعك سرا آخر.